هقول لكم حقيقة، كابتن حسام البدري كان حريص كل الحرص على ضم كهربا للمنتخب. كابتن حسام البدري كان حريص كل الحرص على ضم كهربا للمنتخب، كل الحرص. حصلت ضغوط، حصلت شروط، حصلت تدخلات، كهربا لا. كهربا ليه؟ لانه عامل مشكله. طب احنا تقبلنا، هو رمضان صبحي ده ما عملش مشكله، ده عمل مصيبه سوداء. لا هو ولما فنيا كابتن حسام البدري شاف انه يضم رمضان صبحي للمنتخب وهو اللي ملعبش مباراة لا ودية ولا رسمية من 11 شهر. آخر مباراة رمضان صبحي لعبها في شهر 12 السنة اللي فاتت، اللي يفتكر. من 11 شهر كاملة رمضان صبحي ما لعبش ماتش. والكابتن حسام البدري عنده نقص في اللعيبة ورغم تحفظ كل الجماهير على اللي عمله رمضان. إنما الراجل قال لك مصلحة المنتخب. طب اللي عمله رمضان من كل السياق اللي انتوا تابعتوه وتفاصيله وكل غضب الجماهير واحتقانها، كل ده تم التغاضي عنه قصاد مصلحة المنتخب. هل مصلحة المنتخب دلوقتي لاعب زي كهربا أهين بالدفع اللي حصل؟ رد وقال له ما تلمسنيش، كل اللي كان بيقوله كهربا ما تلمسنيش، والتاني بيقول له أنت لاعب مش عارف إيه. عارف إن بره أول مظهر من مظاهر التحرش، والتحرش مش جنسي بس، التحرش معناه أنك أنت استفزاز أو اعتداء. اللمس دون تشمي، ما تلمسنيش، الجذب واللمس ده بيهين إنسانية أي حد، خصوصا لما يأتي من حد يعني أكبر ومنصبه بيقتضي أنك أنت ما تقدرش تاخد حقك منه. وهنا بنخش بقى لماذا يتحصن كل مسؤول بمركزه؟ احنا وصلنا الى ايه؟ هو انا عشان اكون مسؤول اعمل اللي انا عايزه وما بقاش لا احاسب وما بقاش غلطان، واي حد دون صلاحياتي يتعمل فيه اللي انا عايزه وما يقدرش يحتج وما ياخدش حقه له موجة، واذا رد وكان رد فعل يبقى نطالب ونحقق معاه وعايزين نجازيه ونشيله من منتخب مصر وهو في احلى لحظه توهج. ليه؟ من سنة تقريبا. فين مصلحة المنتخب؟ فين مصلحة المنتخب هنا؟ فين مصلحة المنتخب؟ ها؟ فين خطأ كهربا؟ أي حد في الاتحاد يقول لنا باستثناء الكابتن محمد فضل، فين خطأ كهربا؟ مين عنده استعداد على المستوى الشخصي والإنساني ينام. إن حد لا ينام بقى وضمير يرجع بقى لل يعمله يتصرف معاه التصرف ده ويسقف له. ارجع الافتتاحية اللي أنا قلتها. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إزاي وأنت في منطقك تفصل بين الخاص والعام؟ إزاي ما تكونش لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وتتذكرها وتقول يا رب ما أكونش من الظالمين. ما هذا كلام مهم جدا، وهو دي اللي بتفرق تخلي مسؤول عن مسؤول. إن المسؤول اللي بيحس بالمسؤولية ما يقدرش ينام لو كان أحد أسباب ظلم أي إنسان. أرجو أن نتذكر هذا كلنا.